بعد 60 كيلومترا جنوب المنيا وفي المنطقة الواقعة بين مركز أبو قرقاس وملوي بالظهير الصحراوي الغربي، يتم إنشاء أكبر مصنع للسكر لإنتاج 900 ألف طن من سكر البنجر سنويا، كما يستهدف المشروع تنمية واستصلاح واستزراع 181 ألف فدان من الأراضي الصحراوية غرب المنيا ضمن مشروع استصلاح واستزراع 1.5 مليون بهدف إنتاج 2.5 مليون طن من بنجر السكر سنويا ومحاصيل استراتيجية أخرى مثل القمح والذرة. يساهم المشروع في سد العجز بين إنتاج السكر واستهلاكه في مصر بنسبة 75%، مما يوفر واردات قيمتها 900 مليون دولار، بينما سيتم تصدير منتجات ثانوية بقيمة 120 مليون دولار سنويا، ويوفر المشروع 200 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، حيث يتوقع أن يكون أكبر مصنع للسكر في الشرق الأوسط.